إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته، إنك ولي ذلك ومولاه. ثم أما بعد أحبتي في الله، عودا حميدا إلى برنامجكم لا يفلح الساحر. كنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند أعراض السحر المدفون، وقلنا طبعا إن في بعض الأسئلة الناس بتسألها على الصفحة اللي هي خاصة بالبرنامج أو الصفحة الخاصة بي اللي هي علاج مرض السحر في يوم واحد، وقلنا إن في ناس بتنتقد وفي ناس بتشكر وفي ناس بتقول إن احنا خلاص عالجنا والحمد لله، وفي ناس طبعا ما بيعجبوش شيء غير النقد بس اللي هو الهدم. لكن احنا طبعا زي ما في ناس بتشكر في ناس مش عاجبها، في ناس بتقول الحقيقه يعني اللي هي وصلت لها. طبعا كل ده واقع احنا عايشين، لان طبعا ما فيش حد هيجمع على حد ان هو كويس في اي مكان. لكن الاجتهاد في المساله هو ده الاصل. انا مطالب شرعا كراضي يعني ان انا نبحث في المساله الى ابعد حد، ان نوصلك الى اخر شيء ممكن تتخيله في علاج مرض السحر، وممكن نوصلك لاخر شيء ممكن تتخيله ان نعالج لك اقصى الحالات اللي ممكن تعالج. لكن ممكن في حالات لا تعالج وده قدر ربنا، وممكن في حالات تعالج على ايدينا بقدر الله تبارك وتعالى، وده الغالب الحمد لله. يعني احنا عندنا اكتر من 90% من الحالات ربنا بيشفيهم، في 10% دول ربنا ما قدر لهمش انهم يعالجوا، ده امر واقع حتى عند افضل الاطباء في العالم، ان انت ممكن تروح تاخد ادوية وتاخد افضل العلاج وممكن يكون هو ده علاج المرض، لكن ربنا ما قدر لكش انك تشفى. لكن طبعا احنا لما بنتكلم في برنامج لا يفلح الساحر ولا برنامج كيد ساحر ولا بنعمل يعني بث مباشر على الصفحة، طبعا انا بنحاول بقدر الامكان بناتي على الجرح، يعني بنحاول بقدر الامكان اللي بنيجي للمساله اللي هي تمس او تمس الانسان نفسه، هو حاسس بايه؟ ايه اللي بيحصل له؟ هل هو الموضوع فعلا ده شيء وهمي زي ما سمعنا امبارح شيخ بيتكلم على طبعا السوشيال ميديا، طبعا بيتكلم بيقول ما فيش حاجه اسمها سحر وما فيش حاجه اسمها مس، وان الجن ما بيلبسش حد وده كله كلام وهم وانتوا وهمتوا بيه نفسيكم، مع انه راجل يعني المفروض انه عالم وان هو بيتكلم في الدين. وطبعا ده كلام منافي للواقع، ان احنا طبعا لما اتكلمنا في اول البرنامج قلنا ان ده واقع احنا عايشين، ودي في ادله من الكتاب والسنه على وجود السحر والحسد، وان النبي صلى الله عليه وسلم سحر، والحديث صحيح البخاري ومسلم، وان سيدنا موسى عليه السلام سحر وهي اليه انه يعني يصنع الشيء، وهي اليه انه ان الساكن متحرك وان المتحرك ساكن، والناس اللي حواليه شافوا السحر بنفسهم. طبعا ده كله واقع وأدلة من الكتاب والسنة على وجود السحر. ومش بس كده، ده أكبر دليل إن كلمة سحر أو مشتقاتها يعني وردت في القرآن أكتر من 57 مرة، إما كلمة سحر صريحة أو إما دلالة تدل على وجود السحر في معنى الآية يعني، تمام؟ حتى في التفسير نفسه لما في معنى الآية أو في تفسير الآية تجد أن المقصود من الآية هو السحر. طبعا كل شيء أو كل شيء في الدنيا ما فيش حد بيجمع عليه إلا شرع الله تبارك وتعالى، لابد إنك يعني توقن أن الله تبارك وتعالى ما ترك شيء، أو النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا يعني دلنا عليه للخير، وما ترك شيئا يبعدنا عن النار إلا ودلنا عليه، وما ترك شيئا يقربنا إلى الله إلا ودلنا عليه. فالإنسان نفسه يدور وهو مطالب شرعا إنه يبحث فين الحقيقة عشان يصل إليها. فلما بنتكلم في برنامج لا يفلح الساحر بنأصل المسائل دي تأصيل دقيق وشرعي علشان الناس تبقى لها الحق، ومش بنكلمك كلام وهمي وخلاص، لا انا بنكلمك في الادله او بنكلمك في الاعراض اللي عندك ايه، انت بتحس بايه. واحنا اكبر دليل لو انا عايز نكلمك كلام وهمي او عايز ننصب عليك في اي مساله او نقول لك كلام انت مش حاسس بيه، كان الاخ اللي اتصل بيا الحلقه اللي فاتت وقال لي الاخت اللي كانت بتطلع ده تنزل دم من عينيها، والتانيه اللي بتطلع زلط من عينيها، والتالته اللي بتعمل اللي محدش قادر يعمل لها مش عارف ايه، والكلام ده كله. قلت له لا، الكلام ده مش ناحيه السحر اصلا. لو انا
شيخ عادي او بنتكلم في المسائل دي او مش فاهم بنتكلم في ايه، كنت نقول لك اه ده سحر اللي معاها وده جن اللي خلاها تعمل كده وهو الجن اللي خلاها تطلع الدم من عينيها وهات عشان نعرض نعمل معاها تقرير على الهوا ونعمل شو اعلامي وخلاص. لكن يعني بفضل الله تبارك وتعالى لا قصتنا ان احنا نعمل شو اعلامي ولا اصلا احنا يعني في حاجه له ان احنا نعمل شو اعلامي او ان احنا نجذب مشاهده زي ما كل واحد عايز ينشهر يروح في المدافن ويجيب شويه ناس يلمهم حواليه ويطلع سحر من تحت التراب ويقول الله اكبر الله اكبر لا يفلح الساحر الله اكبر، كلام كله كلام منافي للواقع اللي احنا عايشينه ووهموا الناس، خلوا الناس في حاله ايه يعني خلاص دول يا واحد يقول لك اما دول شويه نصابين بيضحكوا على الناس، ايه واحد يصدق يقول لك ده هو ده الشيخ اللي بيعالج ما فيش غيره. فانا عايزك تقصر في هذه المساله ولا تفرط فيها يعني افراط يخليك ايه يخليك تبقى تصدق كل حاجه انها العين او الحسد او السحر، لا كل شيء له اعراض والجن له قدرات ربنا اداها له، ربنا اداله قدرة على الشم وقدرة على سرعة الحركة والقدرة على التلبس بيك والقدرة على الظهور بحيوان أو إنسان أو الظهور بطائر أو غيره، ربنا ادى الجن القدرات ديت انه يبقى موجود حواليك او جنبك وانت ما تشوفهوش، ادى القدرة انه يسحرك، ادى القدرة ان هو يحرك لك الساكن او يسكنك المتحرك، كل ده واقع احنا عايشينه. في ناس يعني للأسف بتمحي الواقع ده بتقول لك لا ده شوية شعوذة وبتاع، لا، وفي طبعا ناس صدقت بيه لدرجه انهم بيجيبوا المشعوذين على الهواء، بيجيبوا المشعوذين على الشاشه عشان الناس تقول ايه؟ لا ده هو ده البرنامج الصح وهو ده اللي جاب السحر عامل كذا، كل ده كلام فاضي وكلام وهم الناس عاشته، وما يعني حاول بقدر الامكان انك ما تنبهرش بشيء من السحر. يعني واحد ينبهر يقول لك اصله عمل كذا وكذا، طب ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله؟ ايه المشكله انه عمل كذا؟ ما هو ساحر، هو ساحر. ما مش مشكلة أصلا إنه يعمل كذا، فإن هو بيصل أو متعلق بالجن أو بيبحث عن الجن أو هو اللي بيعمل له الكلام ده الجن، فلما يعمل قدامك شيء ما تنوهمش بيه ولا تنبهر بيه، ده شيء سهل بالنسبة للجن وشيء سهل بالنسبة لواحد بيعبد إبليس، وشيء سهل إنه بالنسبة لواحد إنه هو بيسمع كلام إبليس في كل شيء عشان يخدمه وعشان يظهره بالصورة إن هو بيعمل الحاجات الخارقة أو الحاجات اللي هي خارج إرادة الإنسان عشان يعمل لنفسه وضع في الدنيا. لكن أنا بننصح نصيحة لله تبارك وتعالى، أنت سوف تقف بين يدي الله تبارك وتعالى وربنا هيسألك أنت عملت كده إزاي وعملت كده ليه، فلو أنت خصصت نفسك في هذه المسائل في العلاج لابد أنك تتثقف نفسك، لابد أنك تقرأ، لابد أنك تأتي بكل الأشياء اللي هي تنفع الناس في هذه المسائل. ربنا قدر وانتفع الناس، دي فضل من ربنا، ربنا قدر وما انتفعش الناس بعلمك، ده قدر الله تبارك وتعالى، لكن الواجب عليك انك تبحث في هذه المسائل. عشان كده النهاردة قلنا ان عنوان الحلقة اللي هو سؤال وجواب عن السحر. يعني ايه سؤال وجواب؟ طبعا في ناس بتسأل اسئلة كتير جدا على الصفحة، احنا بيحصل لنا كذا وكذا، في طبعا متاح ان نرد باكبر قدر ممكن، لكن انا يعني انت لو حد دخل على الصفحة او حد شاف إيه، والله في ناس يعني من خمسة بيردوا على اسئلة الناس، فلكم الرسائل تقريبا كل ثانية رسالة، فانا مش هنقدر طبعا نرد على كم الرسائل دي كلها، تمام؟ لكن انا بننتقي بعض الاسئله اللي هي تمس كل الناس او تقريبا اللي بيدور حواليها راحة هذه المسائل، فبنحاول الرد عليها. طبعا في ناس شكرت في صفحتنا اللي هي علاج مرض السحر في يوم واحد وبتشكرنا بشكر جيد، خاصه في ناس يعني ربنا شفاها وربنا جعل شفاها على ايدينا، فبتشكر وبتقول ان احنا يا شيخ ربنا كرمنا وان احنا خفينا وبقينا كويسين وده قدر الله تبارك وتعالى. في اسئله يا استاذ محمد، ودي الصفحه اللي خاصه بينا، الصفحه اللي خاصه بينا اللي هي ايه علاج مرض السحر في يوم واحد، في اللي هي الصوره الثانيه يا استاذ محمد عشان الناس برضو تبقى مستجابه لا صفحه اللي هي الصوره اللي بعتها لك اخر مره دي، عشان خاطر برضو الناس تبقى ايه شايفة الصفحة أول بأول عشان خاطر ما تقولش مش هي دي الصفحة، لأن في ناس طبعا على يعني ما عندهاش خبرة بموضوع مسائل النت وكده فبتبقى الموضوع صعب عليها شوية، تمام؟ في ده طبعا ديت الصفحة الخاصة بينا اللي هي علاج مرض السحر في يوم واحد، وده طبعا اللي هو رابط الموقع فعالج نفسك من مرض السحر، وده رابط الصفحة، وده الأرقام اللي هي متخصصة بالصفحة ديت علشان خاطر برضو الناس بقدر الإمكان
تقدر تستفيد اكبر افاده او اكبر افاده ممكنه عندها. اعرض لنا اسم محمد اللي هي يعني الشكر. براحتك مش مشكله، ناخد الشكر الاول عشان برضو نشوف الشكر. في ناس بتشكر في صفحه، وانا وعدت اني نطلع الشكر ده باسمائهم وشكلهم يعني على وهم طلبوا الكلام ده طبعا بكل الصور. الصوره اللي هي طبعا يوسف احمد صباح او صباح ده بيشكر لاني الاخت الاخ ده كان دي اخت يعني، فربنا كرمها والحمد لله بقدره تبارك وتعالى ربنا شفاها على ايدينا، وكان يعني لنا الفضل ان احنا ربنا يشفيه على ايدينا يعني. تمام. في التنس محمد. في طبعا الاخت اشرقت، ولا مين اشراقت؟ اشراق الشمس. فبتشكر برضو يعني بتقول ان احنا ربنا كرمنا والحمد لله بقينا كويسين وصحينا وشافينا وبقينا كويسين، وبتشكر في الصفحه. ماشي محمد غيره عشان الوقت يعني، وده دي اسئله برضو. ولسه عبد الله برضو بيشكرك، نشكرك نشكرك يا اسم محمد. هو طبعا ربنا يحفظك ويبارك فيك، ربنا يبارك فيك وربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب. استاذ اشرف حسن ربنا يحفظك ويبارك فيك، ربنا يحفظك، ربنا يحفظك اسمع زيس، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. استاذ احمد يونس ربنا يحفظك يا رب ويبارك فيك، ربنا يحفظك ويبارك فيك. تمام. وبراء النسمة إني أحبك في الله جزاك الله خيرا، إني والله أحبك في الله جزاك الله خيرا وأكثر من أمثالك. وطبعا دي طبعا ديت يعني غيض من فيض أو قليل من كثير من الشكر اللي هو على الصفحة عندنا، وبقول إن في خير، في خير إن شاء الله. إحنا ليه في خير؟ لأني أنا دايما بنبحث عن الخير. طبعا أكيد الإنسان طبعا بيخطأ، واكيد الانسان في مش دايما 100%، لكن الواقع ان احنا لازم نبحث عن الخير ودايما ناتي بافضل الاشياء لمتابعين راضي الحوتي، ولمتابعين يعني صفحه علاج مرض السحر في يوم واحد، ولمتابعين موقع عالج نفسك من مرض السحر عشان قدر الناس تقدر تستفادوا كده. الاسئله استاذ محمد بقى يعني حاول بقدر الامكان، علشان خاطر طبعا دي اسئله كبيره وهنحاول نختصر بقدر الامكان فيها علشان خاطر من ايه ما نطولش على الناس. الاسئله طبعا في طبعا الاخ محمد ابو حلوه، اخ محمد ابو حلوه محمد انور ابو حلوه بيقول هل يذهب مفعول السحر بموت الساحر؟ طبعا يعني مو السحر ده ماده وضعت في جسم الانسان، يعني السحر ده ماده، احنا دايما بنقول ان السحر ده مرض، المرض ده دخل جسم الانسان خلاص، فمستحيل يخرج من جسمك الا بخروجه هو. لكن موت الساحر مش متعلق بالمرض السحر، هو السحر عمل لك سحر ومات خلاص وانتهى. لكن ممكن لو الساحر عامل متابعه للسحر اول باول، او كل شهر مثلا بيتابعه بعد جن له مثلا، او كل سنه بيتابعه هل الجن شايف شغله ولا لا، او حاطط جن بيتابع جن عليك، طبعا ده بتبقى بقل مفعول السحر عليك نوعا ما، يعني قل 50%. لكن مرض السحر ما زال موجود في جسمك زي ما هو، ومتأثر في جسمك زي ما هو، لما يموتك انت. تمام؟ يعني هو السحر مش هيخرج منك بموت الساحر، لا هيخرج منك بموتك انت. ولو انت يعني لو كانت الاخت اللي هي عندها السحر ديت زوجه يعني وعندها اولاد، تورث السحر لاولادها، يورث السحر لاولادها، ويكون السحر ده بمثابه خلاص ده يعني دايره بتمر على كل هذه الذريه. ممكن طفل من الاطفال دول ياخد من السحر ده كتير جدا، وممكن طفل ياخد القليل منه تبع قوه السحر او يعني هيجان او فوران السحر في جسم الست ديت وهي حامل. يعني لو هي انعمل لها السحر مثلا في شهر واحد، وهي كان بدايه حملها في شهر واحد، الطفل بياخد اكبر كميه من السحر معاه. واكيد يعني الاكثر ان البنت بتتاثر بالسحر عن الولد، لان الجهاز العصبي عند البنت ضعيف، وهي طبعا السحر ده اكثره بيكون معمول بدم دورة او غيره، فبيكون السحر طبعا لان هرمونات البنت زي هرمونات الام، فبيكون السحر بنفس درجة الام بل اكثر عليها، لان الجهاز العصبي عندها ما بيكونش مستحمل حضور جن عليها او وجود السحر في دمها، فبيكون ده بمثابة يعني قوة اقوى من الام
على الجهاز العصبي عند البنت. ده الاستاذ محمد اشرقت اشراقه 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 الشمس اشراقه الشمس. هل قراءه بتقول اشراقه الشمس بتقول ايه؟ هل قراءه القران على اي اكل او شرب يدخل الفم يدخل فم الانسان يشفيه من السحر الماكول؟ طبعا ده احنا بنقوله ان الجن غير السحر. فانا عايز ايه دايما في السؤال ده، يعني لازم الناس يفهموا الاول، لما بنقوله ان الذكر يبطل السحر ده بقدر الله تبارك وتعالى. لو انت بتقرا قران والقران يبطل السحر ده يكون خاص بك انت، لكن مش للعامه او مش لكل اللي عندهم سحر. لكن السحر ده مرض في الدم، دخل دمك انت شربته او كلته، تمام؟ ودي طلاسم انعقدت على دمك او دم الحيض او ده او نجاسه زنا مثلا ودخلت جسمك خلاص. فقراءه القران تضعف من قوه الجن عليك، لكن وجود السحر في دمك زي ما هو بقوته. عشان واحد يقول لي طب انت شيخ يعني القران ما بيعالجش السحر؟ لا، القران يعالج السحر بقدر الله. يعالج السحر يكون خاص بك انت، لان السحر ده مرض زي السرطان، زي الزايدة، زي الغضروف، زي الفيروس، زي الميكروب، زي اي شيء، زي اي مرض، تمام؟ لو نعالج الامراض دي بالقران يبقى نعالج السحر بالقران، تمام؟ لكن اوقف هنا وقفه وحط يعني تحت المعلومه ديت 100 خط. مين اللي بيعالج بالقران؟ الجن. دايما زي ما الشيخ الكاتب بيتكلم اللي انا منتقد ده، اللي هو بيقول ان في السحر وفي الجن والجن ما بيلبسش الانسان. السحر الجن ده عشان هو بيخالط شويه في الموضوع ده. الجن غير الشيطان، احنا دايما لازم لما نتكلم في مساله نكون فاهمين احنا بنقول ايه. الجن غير الشيطان، الشيطان ده ابن ابليس اللي هو كفر اللي هو كله في النار، تمام؟ والجن ده مخلوق تاني او فصيل تاني من الجن غير الجن اللي هو ابن ابليس. الجن ده اللي هو بيلبس الانسان او بيضيع الساحر او بيعمل كل الاشياء ديت. لكن ابليس واولاده اللي هم ذريته دول قصه تانية خالص، ودول اللي بيأمروا الإنسان بالوسوسة وبيأمروه بالكفر أو بيأمروه بالمعاصي لله تبارك وتعالى، تمام؟ فعلشان كده بنقوله إنك هتذكري اسم الله على الأكل أو الشرب اللي أنت هتاكليه، هيحميكي من دخول الجن لجسمك، لكن السحر دخل جسمك، تمام؟ عشان بس عشان أنا عايز نضرب مثال عشان الناس تفهم، تمام؟ التليفونات معلش ماشي، في تليفونات كتير انا فاهم في اسئله، لكن برضو لازم نوصل معلومه. عايزين ندخلوا مكالمات ان شاء الله، هندخل مكالمات. بص اسمع، لو انا مثلا واحد حط لك اي نوع فيروس او ميكروب او سم مثلا في 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 اناء وشربته، لو انت سميت على الاناء ده التسميه مش هتبطل السم ده، مش هتبطل السم ده، تمام؟ لكن السم هيدخل جسمك. لو ربنا مقدر لك خاصيه بك انت ان التسميه تحميك من السم ده او الميكروب ده، يبقى دي خاصه بك انت. لكن واحد عايز يشربك سم هتسمي بسم الله السم مش هيأثر فيك، يبقى انت كده بتتواكل على الله، خد بالاسباب ما تشربش، تمام؟ لكن يبقى التسميه لمين؟ التسميه للجن اللي هيلبس بعد شربك للسحر. انت شربت السحر دخل جسمك خلاص، طيب مين اللي هيشتغل بعد دخول السحر لجسمك؟ الجن. طيب التسميه دورها فين؟ ان مش هتخلي الجن يدخل جسمك. طب انت جيت في اي يوم، طبعا الجن السحر ده احنا قلنا بيبقى اكرمكم الله مثل الكلب، يفضل ماشي وراك لما يشوفك في غفله عن الذكر، لما يشوفك عملت معصيه، لما يشوفك زعلت زعل شديد، فرحت فرح شديد، الجهاز العصبي عندك يضعف يلبسك، تمام؟ طيب انت اكيد يعني انت بشر، مش هتفضل على طول تقول الاذكار ولا هتفضل دايما محافظ على التسميه، اكيد هتغفل، فالجن يفضل ماشي وراك لما يلبسك في الوقت ده، تمام؟ طيب الاخت منال بتقول منال بتقول لو سمحت ما هي اعراض السحر الموروث وهل يشفى المسحور اذا كانت الام متوفاه؟ لا، ده اللي احنا بنقول عليه اهو، تمام؟ يعني هي دلوقتي بتقول ايه؟ ان هل السحر الموروث ده انا ورثت السحر من 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 والدتي مثلا اكرمكم الله، تمام؟ انا ورثت السحر ده منها. طيب السحر ده لو امي ماتت ربنا يرحمها، لو توفت هل السحر ده يبطل بموت الام؟ لا، لان خلاص ده طلسم تاصل في جسمك والنجاسه انتقلت عن طريق الدم والرضاعه لدمك. يبقى انت شربت امك شربت السحر، دم امك ده فيه سحر واللبن فيه سحر، تمام؟ طيب شربت هي خلاص انت ولدتك وانتقل السحر عن طريق الرضاعه ودم من الحبل السري دخل جسمك انت كمان، بقى له طلسم سحر منفصل لوحده وبقى له جن غير الجن او السحر اللي مع الام. لكن الموت الام بيخفف
الوطأة شوية عن مين؟ عن البنت، لأن الأصل بيبقى عند الأم، كأن في شجرة والشجرة ديت متفرع منها فرع آخر أو شجرة أقل حدة أو أقل كبر. بموت الأم بيضعف السحر شوية عن البنت، لكن كل ما تكبر هي في السن أو السحر الأصل عندها بيرجع لمفعوله القوي مرة تانية. وعد الحياة، وعد الحياة بتقول إن بتقول أنا عندي مس وتعبت وعاوز العلاج، مفيش مشكلة. هو المس، بص يا أخت وعد، أنا ليه قصدت إن نجيب يعني سؤال الأخت وعد ده؟ عشان هو سؤال يعني إيه؟ سؤال مش سؤال، أو سؤال المفروض ما يسألش، ليه؟ لأن مفيش حاجة اسمها أنا عندي مس وما شفتش منه، أو ما صحتش منه وتعبت عايز أتعالج منه، ليه؟ إحنا قلنا إن المس ده بيبقى طائف من الشيطان، يعني انت زعلتي في يوم وقعتي في مثلا غضبتي، نمتي زعلانه، عيطتي، ايا كان، تمام؟ قعدتي في الحمام صرختي، عملتي، بيمسك الشيطان، بيمسك يعني ايه؟ بيقلب حالك، بيغير كنه جسمك، بيغير حياتك، بيقلب مزاجك، تمام؟ طيب يبقى المس ده مش لبس. في فرق بين المس واللبس، لكن لو المس احنا قلنا المس يكون داخلي، يعني الجن يلبس المريضة ويمسها من الداخل، يبقى ده اسمه مس لبس برضو. يعني لو هو الجن ده جن سحر بيدخل جوه جسم الانسان ويكون المس داخلي، غير المس الخارجي. المس الخارجي ده يكون من الشيطان اللي هو ابن ابليس، اللي هو ممكن يكون جن حسد، جن مثلا جن لبس حد من حمام، من ترعة، من طريق، ايا كان الموضوع، بيمسه بيقلب حاله ويتغير حاله. طيب ايه علاجه؟ انت لو قرأت سورة البقرة او صليتي صلاة في اوجاتها، او توضيتي وضوءك على طول، او قرأت آية الكرسي، او فطرتي بتمر الصبح، راح المس، تمام؟ طيب لكن لو المس ده مس سحر او جن سحر، واحد هيقول لي يعني ايه الفرق بين المس اللي هو جن السحر والمس الخارجي؟ المس الخارجي ده بيبقى مس من الشيطان اللي احنا قلنا عليه. طب المس الداخلي، المس الداخلي يعني ايه؟ يعني لو المس ده جن سحر، وكأن مثلا احنا جبنا كوباية ومسكنا القلم ده، حطينا القلم في الكوباية ومسيناها من الداخل، ده اسمه مس. في مس خارجي اللي هو مس الشيطان، ومس داخلي. المس الداخلي ده اسمه مس برضه، لكن الجن فين؟ الجن جوه الإنسان، بيمسه من جوه، لكن بيأثر على الجهاز العصبي وبيتحكم في حياته. يبقى الفرق بين المس الداخلي اللي هو الجن السحر، ده اسمه مس داخلي أو لبس داخلي، بيكون من داخل جسم الإنسان، بيأثر على الجهاز العصبي وبيقدر يتحكم فيه في كل شيء في حياته، تمام؟ بيضعف تحكمه فيه بذكره لله، بصلاته، بقراءته لسورة البقرة، بآية الكرسي، كل ده بيقل تحكمه فيه. لكن المس الخارجي لا، هو مش متحكم فيك، هو 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 مسك بس، هو قلب حالك، هو غير حياتك، غير حالك شوية. انت كل ما تقرب من ربنا يبعد عنك، انت لو بعدت هو يضغط عليك اكتر. يبقى لازم احنا نعمل ايه؟ نفرق بين المس الداخلي اللي هو لبس الجن، وبين المس، عشان في ناس يقول لك الجن ما بيلبسش الانسان. لازم الانسان يفهم يعني ايه لبس الاول، ويعني ايه مس الاول، تمام؟ يبقى اللبس ممكن يكون مس داخلي، يكون من جوه الانسان، بيغير يتحكم في جسمه ويغيره في حياته. ويعني واحد عايز يقول لي يعني ممكن الجن يتحكم يخليني الروح ان مثلا نحب فلان او نكره فلان؟ ما هو ده اللي انت بتعالجه. يعني واحد شيخ يقول لي لا الجن ما بيلبسش خلاص. طيب انت بتعالج ايه اصلا؟ يعني انت شيخ معالج وتقول لي الجن ما بيلبسش، يبقى انت بتعالج مين؟ طب انت بتعالج ايه؟ طب يعني انا مثلا واحد خارج مني، بره مني، بيتحكم في تصرفاتي، بيخليني نحب فلانه ونكره فلانه، بيخليني نخلف او ما نخلفش، بيخليني مثلا نبغض فلان او نكره فلان او نحب فلان، ده حاجه جواك انت بتتحكم في احساسك، بتخليك تكره وتحب. يبقى المس ده فين؟ اللبس ده فين؟ جواك. طب لو في حاجه مس خارجي، يبقى المس ده من بره، ما بيتحكمش في حياتك، ده اسمه مس شيطاني. مس الشيطان ده اللي هو ما بيتحكمش في حياتك. المس الداخلي اللي هو لبس السحر، عشان الناس اللي بتقول ما بيلبسش، لا بيلبس. بيلبس عشان كده بيتحكم في احساسي، تتحكم في احساس سيدنا موسى، خلاه يرى الساكن متحرك والمتحرك ساكن. تحكم في احساس النبي صلى الله عليه وسلم، كانه يرى يفعل الشيء ولم يفعله. طيب لما يتحكم في سيدنا موسى، مش هيتحكم فيك انت؟ مش هيتحكم في احساسك؟ انا بنشوف ديت كويسه مع انها مش كويسه، بنشوف ديت وحشه مع انها كويسه حلوه. يبقى الشيء ده حاجه اثرت على احساسك، دخلت جواك، اثرت على احساسك، خليتك تشوف السيء
كويس والكويس سيء. يبقى انا عايزك تفهم قبل ما تتكلم انت بتتكلم في ايه الاول. طبعا الموضوع ده يعني عايز دراسة دقيقة اللي بنتكلم فيه ده. انا في حاجات ما ينفعش نتكلم فيه على الهوا، في اشياء مسائل علمية انا ما ينفعش نتكلم فيها بعمق. ليه؟ انا بنديك اللي انت هتفهمه، تمام، عشان خاطر تفهم انت بتعالج ايه. اصل في، انا بنستغرب صراحة، في ناس كتير جدا عامل نفسه شيخ لكن هو ابعد ما يكون عن العلاج. هو فاهم قشور، وبعدين انا الشيخ اللي ملوش حل خلاص. هو في اعتقاده ان انا بنضرب الجن وبنخلي الجن يصرخ وصوت وبنعمل كذا، وهو اصلا مش فاهم هو بيعمل ايه. يقول لك ان المس ما بيلبسش الانسان، وان المس ده خارج هنقرا عليه ايتين والمس هسيبه يمشي. دي انت بتعالج مس مش لبس. اللبس ده لبس بسحر، يعني جن له هدف، جن جاي بنجاسه، جن له جاي من عند الساحر بتكليف، في طلسم سحر جوه الجسم الانسان شربه، في تكليف معاه. افهم التكليف الاول اللي معاه ده هوت، وبعد كده اتكلم براحتك عن الجن ده. الجن اضعف ما يكون. في واحد زي الاخت اللي كنت بنعالجها من اسبوع كده، الموضوع معاها صعب لدرجه انه دمر حياتها وحياه زوجها، لكن انا متاكد ان الموضوع معاها اسهل مما يكون، لكن هي اتعالجت خطا. انت بقالك 20 سنه بتتعالجي عند شيوخ مش فاهمين، بيعالجولك المس، بيعالجولك الحسد، بيعالجولك الجن، وسايبين السحر متاصل في جوه جسمك. مستحيل تتعالجي غير لما تنضفي ماده السحر دي من دمك الاول، وبعد كده اقراي على الجن براحتك، واسمعي الرقيه براحتك، واسمعي سوره البقره براحتك، واعملي اوراد براحتك. كل ده كلام كويس وجميل، لكن ده علاج للجن وليس للسحر. طيب، احلام عبد العاطي. لو كده ممكن تدخله مكالمه بس واحد اسمه محمد، يعني مشكله عشان الناس بتقول يعني عايزين مكالمتك. احلام عبد العاطي بتقول: هل الشعور بالتبلد العقل من اعراض السحر، وايضا الميل الدائم للنوم وعدم الرغبه في الحياه؟ ده بس بيبقى اكثره من الحسد، تمام. يعني التبلد وعدم الرغبه في الحياه وسخونية الجبهة وسخونية الجسم او سخونية الايد والرجل او صقعية ان هي تحس ببرودة في ايديها او رجليها، او تحس بتنميل، او ممكن جنب جنبها ينمل وجنب لا، او مثلا تساؤب عند خطبة الجمعة، او انها تشوف شخص معين يحصل عندها خوف شديد، ده من احساس الحسد، ده من اعراض الحسد اللي بتبقى قوية، لكن فيها بعض اعراض من اعراض السحر. ام محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ راضي؟ ربنا يحفظك ويبارك فيك يا استاذ محمد، اتفضل. الله يخليك، ربنا يحفظك. من فضل حضرتك، انا عندي بنتي عندها حوالي 13 سنة، تمام. من حوالي كام شهر كده بدأت تشوف رؤى كده في الأشكال في المنام، تمام. وكان في ظاهرة تانية حضرتك، ان هي كان لو في حاجة سرية مثلا باسورد لموبايل او حاجة اتعمل من وراها، تصحى الصبح تقول ان الباسورد ده كذا، تقول لي والدتها او تقول لي مثلا. كانت بتشوف رؤى بتتحقق، سواء حاجات خير او يعني حالات وفاة، حاجة بتتحقق. بعد كده الموضوع بدأ يتطور، ان هي موضوع الدراسة هي كانت متفوقة، تمام. بدأت العزيمة في المذاكرة تقل، التركيز في التحصيل الدراسي يقل. الموضوع تطور بقى في الامتحانات، يعني تروح الامتحان تفاجأ ان هي ناسية كل حاجة. كويس. طيب، تخرج من الامتحان تتذكر كل شيء. طيب بس محمد، ممكن تصدقني؟ ماشي، اتفضل. تصدقني القول بس. بنتك، انت حد جاب يحصل معاه الاحداث دي كلها؟ قعدت مع الشيخ بطلع جن على حد، او جبتوها حاجه ضايعه من حد اللي هو التجاز ده وحضر عليها جن؟ لا. متاكد؟ في اثنين من المشايخ الافاضل قرأوا عليها الرقيه بس. لا، غير الرقيه. لا لا، ما يعني ما حصلش مره تجاز اللي هو بيدور على الاشياء اللي ضايعه ديت، قال لكم هاتوا لي بنت مواصفاتها كذا وقعدت معاه؟ لا. طب حد قريب منك ساحر، او انتوا شاكين انه عليه جن؟ لا، احنا في خالها. ماله خالها؟ خالها يعني من ايام الثانويه العامه ترك التعليم بسبب ان هو كان متفوق برضه، وحصل معاه مشاكل، تمام، وساب التعليم، وحتى الان هو مريض. لفينا بيه على مشايخ كتير، لحد ما رحنا للشيخ حافظ الجمل الله يرحمه،
قال لنا خد اخوك وروحه ما تلفوش بيه تاني. طيب بص يا انا استاذ برضو محمد، ننصحك نصيحة أخويا، يعني بنتك ما تسكتش عليها، عشان بنتك دي ما تحضر عليها جن. يعني بنتك ديت إما هي حضرت جن على نفسها، تمام، وبننصح دايما الآباء والأمهات خدوا بالكم من أولادكم، ما تخليش بنتك تدخل على مواقع يكون فيها تحضير أو طلاسم جن أو غيره، ما تخليش بنتك تقعد مع حد تشك إن له في الموضوع ده خالص نهائي، حتى لو أخوها، حتى لو عمها، حتى لو خالها، أي حد، تمام. وتجيب بنتك نعالجها يا أستاذ محمد. يا شيخ راضي، احنا لما بنتصل على الارقام اللي على الشاشه دي حضرتك بترد علينا حد، بنقول له احنا عايزين الشيخ راضي هو اللي يكون موجود يعني. بص يا استاذ محمد، هو صعب ان انا ارد على التليفونات كلها، والله انا بنقول لك ديت تليفونات كل ثانيه تليفون. لا احنا عايزين بس حضرتك تبقى موجود. طيب هو انا بيبقى موجود يا استاذ محمد تقريبا كل يوم، لكن انا ماليش مواعيد محدده، بس اللي موجودين في المركز معايا نفس العلاج يعني. سبحان الله. واحنا لو تكرمت، لو احنا عايزين نقابل حضرتك في المركز بالتحديد والله انا صعب نحدد لك وقت، انا تقريبا كل يوم موجود يعني، لكن ان شاء الله بحاول قدر الامكان هنكون موجود الفتره اللي دي كلها، تمام، ان شاء الله باذن الله. نشكرك نشكرك. ناصر ناصر. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. يا عم الشيخ، انا بقالي 8 سنين انا واهلي خمس اسر متحطمين بالسحر، في ساحر سفلي في الشرقيه وعامل فوق ال 40 محضر واستغاثات، وكل العيله دلوقتي خمس اسر متحطمه خالص، في حريم بيجي لها نزيف، وبالنسبه لنا الم في الظهر، الم هنا، بيحركنا بالريموت، وعملت فيه محاضره قبض عليه في 2017، وجه في العاشره مساء بتاريخ 5/3/2017، وخد 6 اشهر، واولاده مبهدلنا لغايه دلوقتي، ومن شهر ولع علينا في البيت من عن طريق الجن، وبعت لنا قال وعملت اي حاجه ولع لكم في بيوتكم، معاه جن حرق بيتنا، وعملت استغاثات، وعملت مليون استغاثه لامن الدوله يشوف لنا حل، ما فيش حد سال في الدوله. احنا اتحطمنا من ساحر سفلي في الشرقيه. طيب. ومباحث الاداب في الشرقيه عارفاني، وعامل فوق ال 40 محضر واستغاثات، وما خليتش مكان في مصر استغاثات، استغاثات ما فيش نتيجه. الساحر اتقبض عليه في كرتونه معاه بالاوراق بالعده بتاعته والنيابه، واتحفظت في النيابه في طيب. 2017. احنا الدوله سايبه المواطن فريسه للصحراء، نعمل ايه دلوقتي؟ طيب انا اهلي كله اتحطموا، واحنا اتحطمنا وبيتنا ولع، الجن مولع في بيتنا. طيب انا ابص يا محمد، هو ده حددنا وعملت محاضر هيولع في بيتنا برضه. طيب وهيولع فينا. بص يا محمد، ليس بعد الكفر ذنب، ليس. وانا بعمل مليون استغاثه للامن العام، وبعمل مليون استغاثه للامن الوطني. ماشي يا محمد، بص يا محمد، ليس بعد الكفر ذنب، مفيش بعد الكفر ذنب. الساحر احنا لما بنقوله ان الساحر بيعمل الكفر، انه كفر بالله تبارك وتعالى، انه بيستعين بالجن عشان يضر الناس، الناس يقول لك لا ده شيخ مبروك، وان ده بيعمل كذا، احنا اللي خلينا الصحراء يعملوا كده للاسف، ان احنا الاول تبركنا بيهم وحطيناهم في مكاننا، وبنقول ان هم بيعالجوا. ممكن الساحر يعمل لك شيء يحسسك ان انت اتعالجت، وحسسك ببركته، لكن هو شوف ضرره فين بقى، ضرره فين؟ ضرره ان انت لما تجلب عليه، او ان انت تعمل معاه اي خطأ، هو يدمرك، لان هو كفر بالله، هو ما عندوش دين، هو ما عندوش ربنا، هو بيعبد ابليس، تمام. فلو انت ناوي تعالج يا ابو محمد، تعالى هات يعني اكتر ناس من اسرتك، وتعالى ان شاء الله نعالجوك وترجع لوضعك الطبيعي، وان شاء الله ما يقدرش يعمل لك شيء تاني ان شاء الله، تمام. يعني هون على نفسك، هون، وان شاء الله في 50 حل. فيعني الموضوع فعلا صعب، انا معاك ان ده لما حد ساحر يتسلط على حد دي صعبه، لان هو ما عندوش، لا يعني لا يرقب في مؤمن لا امه ولا ذمه، ما عندوش رحمه، فهو بيضرك بابعد الحدود يضرك، تمام. وللاسف الناس بتخاف منه، ويقول لك اصلا خاف يعمل لي مش عارف ايه، اصلا خاف يعمل لي كذا، اصلا خاف. ما تحاول ما تعرضش نفسك له، وتعالى نعالجك يا استاذ محمد، وان شاء الله يكون فيه الخير باذن الله. نشكرك. مين تاني؟ استاذ محمد في اتصال تاني؟ دخلت صالة تانية ولا نكمل أسئلة؟ يا اسم محمد؟ إيه؟ طيب حد معايا؟ ها؟ طيب ناخد نكمل الأسئلة. أحلام عبد العاطي، إحنا قلنا طبعا ردينا على أحلام عبد العاطي في نسرين الجهري.
بتقول انا مش بتأثر بسهولة بالرقية الشرعية مع اني عندي اعراض بس. مين يعني السنين؟ احنا لما بنتكلم في حاجة يا ريت الناس تاخدها يعني ايه تفهم انا متكلم في ايه. مين اللي قال اصلا ان الرقية بتعالج جن السحر؟ ما هو ده اللي بنتكلم فيه دلوقتي، الرقية تعالج جن السحر بعد خروج الجن من على الانسان، السحر من الانسان. يعني خلاص احنا عالجنا، هات لنا نسرين استاذ محمد، احنا عالجنا السحر اصلا، يبقى بعد كده نعالج الجن اللي هو بالسحر ده على المسحور، تمام؟ خلاص. فنعالج السحر اللي هو من عمل بالاشياء اللي هي عضويه، وبعد كده نعالج الجن المسؤول عن السحر بالقران. يبقى الرقيه انا بناكد جن السحر لا بيتعب من الرقيه ولا تمام، لا بيتعب من الرقيه ولا الرقيه بتحرجه ولا القران بيحرج الجن ولا آية الكرسي بتحرج الجن ولا الرقية الشرعية بتحرج الجن. كلام كله فاضي، احنا اقتنعنا بوهم من الشيوخ. لكن الجن بيتعب تعب توبة، بيتأثر، بيحس، لان هو مخلوق، ربنا انزل عليه رسالة زيك زي الانسان. وما خلقت الجن والانس الا، ده ربنا قدمه في الآية عنك. يبقى ربنا لما بعث الجن الاول بعثهم في الارض انهم عشان يعني يعيشوا وعشان يعمروا في الارض، الجن فسد، تمام؟ بعد كده ربنا ارسل النبي صلى الله عليه وسلم بالرساله للثقلين، للانس والجن، تمام؟ يبقى الجن ده مطالب شرعا انه يسمع قران، مطالب شرعا انه يسمع السنه، مطالب شرعا انك تامره بمعروف تنهى عن المنكر، تمام؟ عشان تقول لي اصلا قرات عليه ايه الكرسي وحرقته، اصلا قرات عليه الرقيه وحرقته، وواحد يقول لي دي في رقيه للحرق، وواحد يقول لي رقيه للضرب، وواحد رقيه للصعق، كلام فاضي. تمام؟ يبقى نعالج السحر الاول المتأثر في جسم الانسان، وبعد كده نعالج الجن بايه؟ بقراءه القران وبالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، امر بالمعروف ونهي عن المنكر. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب على صدر الصحابي وقال اخرج عدو الله، اطلع سيبه. تمام؟ دي دليل على لبس الجن للانسان. رمال الصحراء. تمام. ما هي علامات الشفاء؟ بص يا صار، هو علامات الشفاء من الممسوس، مش علامات الشفاء من المس دي، احنا قلنا ان المس ده 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 لو قرات القران او الصلاه خلاص هو شفي. لكن لو علامات السحر يبقى لازم نعالج السحر الاول، تحس انك انسانه طبيعيه. اول علامه تدل على الشفاء من السحر ان معدتك تستريح. خلاص، يبقى الجهاز الهضمي اللي هو اول شيء دخل فيه السحر استريح، ما عادش فيه حمل عليه، ما عادش فيه شيء مأثر على الجهاز الهضمي عندي، خلاص معدتي استريحت، بقيت يدخل الحمام كويس، يعمل ميه كويس، يعمل حمام ميه كويس، بقى ياكل كويس، فيش حموضه، ما فيش حرقان في صدره، ما فيش انتفاخات، ما فيش كل ده، معدتي كويسه ولو 70% في اول جرعه للعلاج. تمام؟ طيب ايه تاني يدل على كده؟ ان ننام كويس، نحط دماغي على المخده ننام، نستريح، مفيش كوابيس، مفيش احلام، نام براحتي ونصحى براحتي، مفيش حد يتحكم فيا في نومي، مفيش حد يتحكم في الجهاز العصبي، يبقى انا كده بقيت كويس. طيب في اشياء تانية زي الاخ اللي كان فيصل اللي كان بيكلمني من قطر من شويه، احنا كنا معالجين ومن الصح من فتره، وبعدين بيقول لي انا حاسس انا الحمد لله بقيت كويس، لكن في اعراض في جسمي، همدان، تعب في اعضاء، في العظام، مش عارف ايه الكلام كله ده. ده متعلق بتاثير السحر في جسمك، قعد فتره كبيره في جسمك، وبعد كده طبعا اتأثر على العظام، أثر على الخلايا بتاع جسمك، أثر على ذهنك، أثر على تركيزك، فده عايز إما علاج طبي أو علاج أعشاب أو غيره، تنشط الذاكرة عندك، تنشط الهرمونات عندك، تنشط الفيتامينات في جسمك، كل ده لازم يرجع لوضعه الطبيعي. رجب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا أخ رجب؟ ازيك يا مولانا؟ ربنا يحفظك ويبارك فيك يا أخي. والله حلقة جميلة النهاردة، أنت منور الدنيا بعلم الله. ربنا يحفظك ويبارك فيك يا أخ رجب. ولكني قلت لحضرتك الحلقة اللي فاتت على كام سؤال، وحضرتك قلت إن شاء الله أجاوبك، وحضرتك ما جاوبتنيش. طب أنا جاوبت يا رجب عليهم. لا، حضرتك قلت إن شاء الله أجاوبك الحلقة الجاية إن شاء الله، ورغم ذلك إني أحبك في الله والله. ربنا يحفظك ويبارك فيك. طب قلت لحضرتك هل في أعراض طبية تمثل أعراض السحر وأعراض المس؟ انا قلت لك قلت لك ما انا جاوبتك في السؤال. ايه بقى ايه الامراض الطبيه لتوازي اعراض السحر والمس؟ بص يا رجل، احنا قلنا ان ده السحر يعمل المرض العضوي. لا، يعني انا بتكلم اعراض، من غير لو في واحد عنده مرض طبي ما جالوش السحر خالص، يعمل نفس اعراض السحر.
يعمل نفس؟ لا ما بيعملش نفس. تمام ماشي. طب حضرتك انت عارف ان في معظم الدكاتره المرضى اللي بيتعالجوا عند دكاتره المخ والاعصاب والامراض النفسيه بتبقى حالات مس او حالات شح، ومعظم الناس اللي بتعالج عند المشايخ اللي مش فاهمه الموضوع خدت بال حضرتك بيبقى ناس امراض نفسيه وامراض عصبيه وتبقى متكهربه على المخ، ولكن الشيخ بيعالج عشان بياخد فلوس او كده مش فاهم. حضرتك اشرح لنا ايه هي الاعراض الصرع الطبي يعني يتعرض تفيد المرضى اللي بيتعالجوا هنا واللي بيتعالجوا هنا. بارك الله فيك وجزاك الله خير يا شيخنا وربنا يطول في عمرك. جزاك الله خير يا خرج. فهو ماشي ناخد ام احمد الاول ونكلمه ونرد عليك. ام احمد اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ رافي عاملين؟ ماشي ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب، ربنا يكرمك يا رب. احنا يا شيخ رافي بتوجيني اللي كنا متابعين معاكم في الاعلان. تمام. اخذنا اول اسبوع كنا ماشيين فيه كويس والحمد لله وكانت النتيجه كويسه والحمد لله. تمام. جينا الاسبوع الثاني في معاناه شديده في العلاج، يعني في تقصير ما قدرناش نداومه. يعني في تعب، يعني الواحد طيب؟ حد بيرد على ورا. طب ليه كل ما الخطوه اللي قدام يرجع لورا ثاني. بص يا اختي هو 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 لازم، بص يا اختي هو الشيخ مش هيجي يديك العلاج. نعم. يعني انا مطالب ان انا اديك العلاج وننصحك ونقول لك خدي اعملي كذا في الاوقات الفلانيه. انت لازم تاخدي علاجك. لا انا هنسال حضرتك على انه يعني دلوقتي احنا نعرف ننفع نكمل يعني دلوقتي هو العلاج كمليه في اي وقت وقفتي فيه كمليه. يا اختي يا اختي انت من الصعيد تقريبا صح؟ نعم. انت من الصعيد تقريبا صح؟ من ايه؟ والله ما سامع حضرتك. من جنى، من جنى احسن ناس. من جنى. بص يا اختي انا بس عشان اوصل لكم شيء، السحر ده مرض. مرض ده له نسبه قوه في الجسم. تمام؟ يعني عشان لما بنتكلم نعم. بص يا اختي ما تشرحيش طريقه العلاج عشان بس ما حدش ايه يروح يطبقها على نفسه يضر نفسه بيها، فانت خليكي في علاجك انت الخاص بيك انت. بص يا اختي نشكرك، ربنا يحفظك يا رب ويبارك فيك. بص يا اختي احنا بنقوله ان انا شيخ بنعالج او بنعالج الانسان ده او بنديك وصفه للعلاج اللي هي قائمه على سحرك او اللي هتقص سحرك. تمام؟ انت مطالب ان انت تكمل علاجك، فانت لو الجن ضغط عليك نفسيا خلاك ما تكملش العلاج عشان هو مش عايز يسيبك ويمشي، يبقى تقصير منك انت مش من الشيخ. تمام؟ ممكن عشان بس في ناس بيحصل معاها الكلام ده، الجن يعمل ايه؟ بيخليكي تاخدي العلاج من عند الشيخ وتقولي اه ده علاج كويس، تاخدي منه مره مثلا وبعد كده ترميه وتقولي اصلا انا لقيت شيخ تاني او لقيت الدكتور قال لي ان اعراضك دي مش هي ديت مش بتاعت سحر وكلام من ده، ده انا هنعمل لك عمليه، ده انا هنعمل لك مش عارف ايه. فانت تقتنعي، الجن يقنعك بالفكره ديت ان انت ما فيكيش اسحار ولا فيك شيء. طب كان فين الجن قبل ما تاخدي العلاج؟ يعني الدكتور كان فين قبل ما تاخدي العلاج؟ او قبل ما تنوي تتعالجي؟ اشمعنى بعد ما نويتي تتعالجي الدكتور حضر وانت خلاص اقتنعتي ان انت هتعملي عمليه؟ طب ما كان جاب تبداي في العلاج عشان تعرفي ان اللي اثر عليك نفسيا خلاكي تتركي العلاج وتلجئي لوسائل تانية، ده الجن اللي معاكي اللي اثر عليك عشان ما تتعالجيش، عشان مش عايز يسيبك ويمشي. تمام؟ فانت بدل نويتي وبدل خدتي العلاج ابداي فيه، ما ترجعيش ورا حتى لو حسيتي باعراض للعكس. يعني ممكن واحد يقول لي انا خدت العلاج بنرجع. طب ما ده طبيعي، خدت العلاج ونفسيا تعبان طبيعي، ما انت بتحارب، انت في حرب دلوقتي مع الجن، في حرب مع نفسك، لازم انت تنتصر عشان ما تضعفش. طيب الاخ رجب احمد. السلام عليكم. تمام اتفضلي ام احمد. بقول لحضرتك يا شيخ. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا ام احمد. بص حضرتك انا ابني كان نام مره هو عنده حوالي 6 سنين كده. نام وبقول لي انا نايم ضربت بنعيمه كده وشغله قران، وبعدين فجاه بس لقيته بيضحك جامد. بقول له بتضحك ليه جامد كده يا حبيبي في ايه؟ فزعنا من كتر الضحك العالي، صوته عالي. قال لي في واحد اسمه عمه قاعد يعني بيستخدم تحت بطاطه كده وماشي تاني اللي هي من الشباك، ماشي يا امي خلاص ما تقلقيش. مش اللي هي من الشباك. عنده كام سنه؟ نعم؟ عنده كام سنة؟ هو كان عنده 6 سنين. تمام، يبقى عنده 12. يعني هو كان عنده 6 سنين ودلوقتي أكبر يعني. تمام. مش عارفة هو يعني بحب صوت عالي جامد يعني. تمام، طب ابنك دلوقتي يا أم أحمد إيه بقى اللي فاضل معاه من الأعراض ديت أو بيحصل حصل معاه تاني الكلام ده؟ هو ساعات بس مش باستمرار، ساعات بيقوم من النوم بيزوح كده وجسمه بينفض وهو بينام. طيب بص يا أم أحمد،
وساعات لما معلش حضرتك وساعات لما انا اي الم بطني بتوجعني وبتوجعه، لسه هنقول لك يعني في اعراض كتير قوي لما بتحصل عندي ابص لها وبشتكي منها. تمام يا ام احمد. بص يا ام احمد، الاعراض اللي انت بتتكلمي عنها دي اعراض صحي وراثي منك انت، تمام؟ ابنك عنده 6 سنين، الجن عشان خاطر مش قادر يتحكم فيه او يلبسه، لانه مش هيلبسه الا هو عنده 12 سنه او لما يبلغ، تمام؟ عشان الجهاز العصبي عنده يتحمل حضوره عليه، او البنت برضه، فالجن بيشغله من بعيد، يعني يعمله زي ما انت بتقولي تحت باطه، يعمل له عند الشباك، يسيبه يمشي، اصل عمه بيقول لي كذا، اصل مش عارف ايه، فانت في الاصل يبقى عندك سحر وراثي، الجن ممكن عايز يتلبس بابنك فبيشغله. فالقصة كلها عندك انت دلوقتي، القصة كلها ان انت عندك سحر، والسحر ده ضر اولادك، تمام؟ بسيطة جدا، لكن نصيحة ما تخليش حد يقرأ على ابنك. اوعي ان حد يقرأ على ابنك، لان القراءة على ابنك مباشر ممكن الجن يكون لبسه ويحضر عليه. لو حضر عليه في الوقت ده وهو الجهاز العصبي عنده ما اكتملش هيضره، هيأثر على الجهاز العصبي عنده، يطلع سيب ابنك، عاف ابنك. تمام؟ فانت ابنك يعني ابنك يتعالج علاج من يعني يستحمى بميه الرقيه، تشغل الرقيه او القران او سوره البقره جنبه باستمرار، وانت تتعالجي في الاصل بقى. تمام؟ فدي نصيحه لكل الامهات. لقيت ابنك بيقعد لوحده كتير في اوضه ضلمه، لقيت ابنك بيلعب كانه بيلعب مع حد، يعني كانه جايب الالعاب بتاعته كده وكانه بيلعب مع حد بحوض ديت، او بيقول لك عمه، او بيقول لك فلان صاحبي، او مش عارف ايه، ده مس. او مثلا يقوم مفزوع من النوم، او يمسك حاجه من هدومه وهو يقوم كده بالليل يصرخ، او ينادي على حد، او يمسك حاجه من هدومه يشد فيها ويعمل كده مثلا، او يمسك حاجه من فرشته يشد غطا او يرفع كذا، او يقول لك اهو على الحيطه، او بص في ركن في المكان على طول، او مثلا على طول شاغل نفسه بحشرات ماشيه على الارض. كل ده اعرف ان انت عندك مشكله في ابنك، اما حسد، اما مس، اما سحر، اما لازم في مشكله عنده، تمام؟ فما تسيبش ابنك لما تجيله حاله نفسيه ويوصل لسن البلوغ وبعد كده يتلبس بيه الجن، وبعد كده ابنك يدخل في عالم تاني اللي هو خلاص بقى ابنك عنده مشاكل في الدراسه، بقى عنده مشاكل نفسيه، عايز يقعد لوحده كتير، خايف يواجه المجتمع، خايف يواجه الناس، مش عايز يروح يشتغل، مش عارف ينام، مش عارف، عمال كل شويه كل ما تكلموه في كلمه مثلا يشتم يسب، عايز على طول مثلا يعمل حمام على نفسه، هدومه على طول متسخه، على طول مش لابس، مظهره مش كويس، شعره منكوش على طول، اعرف ان في مشكله. مش عايزك على طول تحميه، مش عايز الميه تيجي على جسمه، لو حطيت ايدك على دماغه، مش حد يحط على دماغه، كل الكلام ده اعرف ان في مشاكل شغاله، في جن معاك في البيت. احنا دايما بنأكد ان الجن موجود معانا في كل مكان، حواليك وحواليا، عالم تاني، عالم موجود معانا، تمام؟ العالم ده لو احنا ما حصلناش نفسنا منه او عرفنا قدره يبدا يهاجمك. لو انت ضريته حتى لو من غير ما تعرف، هو ما بيفهمش ان انت ضريته بفهم او بغير فهم، يعني هو ما يفهمش ان انت مثلا كبيت على ميه سخنه، ما بيفهمش الكلام ده، انت كبيت على ميه سخنه عن مسك، عن البسك. ابنك وجع عليا مثلا من فوق السرير او وجع مش عارف ايه عن مسه. ابنك على طول مثلا عمال يشغل اغاني وعمال مش عارف ايه عن مسه. ابنك على طول بيزعق او بغلع هدومه وقاعد في الحمام بيعمل مش عارف ايه عن مسه. جلعت هدوم ابنك وعلى كتافه في الحمام وطلعتي غسلتيها ولبستيها له، هيمسه. كل ده واقع احنا عايشينه. نفض مكان ابنك، انفض مكان ابنك او بنتك قبل ما ينام 3 مرات، وسمي بسم الله وارقيه، اقرا المعاذتين وايه الكرسي، وانفخ في ايدك ومس على جسم ابنك، هينام كويس وهيبعد عنه كل شيء. طبعا عشان الوقت خلاص، ان شاء الله الحلقه الجايه نكمل سؤال اخر رجب عشان ما ننساهوش، والاسئله الثانيه، وان شاء الله بقدره تبارك وتعالى ربنا يعيننا على رد على الرد على هذه الاسئله. نشكركم على حسن استماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.